فيها احط الصلصه بتاعت البيتزا بتاعتي على النار. الصلصه بتاعت البيتزا بتاعتي هحتاج ايه؟ هحتاج طماطم كونكاسيه، وانا عملت معاكم معجون الطماطم المره اللي فاتت ووريتكم بيتعمل ازاي. عندي بصل مكعبات صغير، بصل بودره، ثوم بودره، معلقه كبيره زعتر وزيت زيتون وملح وفلفل اسود وربع كوبايه كاتشب ومعلقه صغيره سكر. ربع هقول برضو المقادير، هي معانا على الهوا. عندي صلصه طماطم او معجون طماطم كونكاسيه، بصل مكعبات صغيره، بصل بودره، ثوم بودره، معلقه كبيره زعتر، زيت زيتون، ملح، فلفل اسود، ربع كوبايه كاتشب، معلقه سكر. تمام. هنعمل ايه؟ انا عامه في البيتزا بصراحه بحب قوي استخدم زيت الزيتون، بيدي تيست مختلف خالص. ما عندكيش مفيش مشكله، تشتغلي عادي جدا بالزيت اللي عندك، اي نوع زيت. خلاص. المعجون بتاع الطماطم، الناس اللي ما اتفرجتش على الحلقه اللي فاتت انا عملته ووريتكم تعملوه ازاي، اللي هو معجون الطماطم، واحنا لما عملنا الكاتشب وريتكم المرحله اللي قبل الكاتشب بقى معايا معجون الطماطم اللي انا شغاله بيه كده بالطريقه دي. تمام. هحط الفلفل الاسود، هحط ثوم بودره، معلقه سكر. سكر بصراحه اي حاجه فيها صلصه انا بحب احط فيها سكر. هحط الثوم البودره والبصل البودره وفلفل اسود والسكر. هحط زعتر بيدي طعم حلو قوي بصراحه. هحط الكاتشب اللي معايا، والكاتشب اختياري، عايزه تحطي حطيه ومش عايزه تحطيه ما تحطوش. وانا وريتكم برده المره اللي فاتت الكاتشب بنعمله ازاي. ماشي. معلش انا اسفه، انا المفروض كنت حطيت البصل في الاول، بس مفيش مشكله هنحطه كده. المفروض تشوحيه في الاول، معلش مفيش مشكله لما في حاجه كده نسيناها، بس هو المفروض يتشوح معلش في الاول. انا هقلب كل ده مع بعض بالشكل ده كده. تمام. سيدين ملح بعد اذنك. في ناس بقى بتحط العجينة، أنا عملت العجينة الأصلية الثابتة اللي من غير أي إضافات. في ناس بتحط لبن بودرة، في ناس بتحط توم بودرة، بصل بودرة، زعتر، دي حاجة زي ما أنت عايزة تعمليها اعمليها، دي حاجة براحتك خالص تقدري تتحكمي فيها. أنا حطيت الملح أهو بتاعي وهقلب كده كله. تمام. عندك ريحان حابة تحطيه برضو حطي في الصلصة بتاعت البيتزا. تمام. وهسيبها تغلي غلوة كده لحد ما اروح افرد العجينة بتاعتي.